انا سميتي احمد بن شمسي، خدام مع منظمه سميتها هيومن رايتس واتش. كنشتغل في هذه المنظمه منصب ديال مدير التواصل في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقبل هيومن رايتس واتش كنت خدمت كصحفي، بديت مشواري الصحفي في المغرب. المهم اشتغلت في واحد العدد ديال الصحف، ولكن وقيل اللي كيعقلوا عليها الناس اكثر هي تلك اللي اسستها في 2001 ونيشان اللي اسستها في 2006. في 2007 اتصلت مع خديجة رويسي مع واحد العدد ديال المناضلين والمناضلات ديال حقوق الانسان، وقلنا اننا خصنا واحد العريضه لهذا الموضوع بالضبط، اللي هو شق من 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 حقوق الانسان اللي ما كيهضروش عليه الناس بزاف، اللي هو الحريات الفرديه. كانت اول مره الا ما خفت نكذب كتستعمل عباره الحريات الفرديه في النقاش السياسي في المغرب. طبعا ما اخترعناهاش، كانت كدور، ولكن ما دخلت القاموس السياسي والاجتماعي والصحافه في هذه البلاد حتى لهذيك المره فاش درناها. وفعلا كان واحد لي في دو شوك، حيت اولا كانت حنا تلقنا العريضه من بعد المظاهرات اللي كانوا وقعوا في قصر الكبير، فاش كانت واحد الحادث مزعوم ديال زواج المثليين، ورا ما عمره ما طرا لا زواج لا والو، ولكن شي جرائد شعبويه كانت روجت لهذا الخبر هذا، ونظم مظاهرات، ماشي مظاهرات اللي خرجوا من شي جامع من القصر الكبير، ومشاو هجموا على واحد البيت فاش كان جرائد كيزعموا ان وقع عرش ديال المثليين، غير حفله وصافي. وصافي، وطاكوا الناس، ومن بعد البوليس اضطروا انهم يقبطوا هذوك الناس اللي كان هاجم عليهم لافول. دونك حنا شفنا داك الشيء، قلنا اوه هادشي راه وصل لواحد المستوى اللي خصنا نديروا فيه شي حاجه. ومن تما طلقنا هذه العريضه، وكانوا عندنا بزاف ديال التوقيعات وقعوا على واحد 1000 ديال الشخصيات المعروفه في البلاد، ونطشا الا ما خفت نكذب كاع كان واحد النائب ديال العداله والتنميه كان رفع سميه نيشان في الغلاف ديال نيشان في البرلمان، وقال لهم شنو هو هذا المفهوم الجديد، ماشي الجديد، الدخيل، مفهوم الدخيل علينا في هذه البلاد، واش الحريه الفرديه غادي تكون اكثر من القانون المغربي ومن شرع الله. مشاو بعيد. دونك هذا النقاش حول هذا الموضوع خلق بجه. ايوا من تما الان شنو تبدل؟ كنظن ان اللي تبدل اساسا هو الوعي الاجتماعي على هذه المساله هذه. اما القوانين ما تبدلاتش، مازال القوانين اللي كانت كتحكمنا في ذاك الوقت هي القوانين اللي كتحكمنا دابا، مازال العلاقات الجنسيه الرضائيه بين البالغين مازال ممنوعه الى يومنا هذا، مازال الماكله جهرا في رمضان ممنوعه، مازال هذاك الفصل ديال زعزعه عقيده مسلم وفضفاض وكليك دير به اللي بغيتي مازال كاين، الاجهاض مازال حتى هو ممنوع. اذا من الناحيه القانونيه ما تبدل والو، ولكن من الناحيه المجتمعيه كاين تغيير كبير، لان الناس كيهضروا بزاف على هذا الموضوع دابا، ودابا ملي كيتجبد هذا الموضوع كتحس ان كاين واحد الانقسام، ان كاين بزاف ديال الناس ضد ولكن بزاف ديال الناس مع. هذا بزاف ديال الناس كيعتبروا هذا الانقسام شيء سلبي، انا كنعتبره بالعكس شيء ايجابي، لان اونفان المجتمع ولا كيناقش وما بقاش كيتخبى من هذا نفس من بحال هذه المواضيع هذو اللي هي جوهر ديال الخلافات المجتمعيه في العالم كامل. في العالم كامل اللي مشيت تشوف راه غادي تلقى التقدميين وغادي تلقى محافظين، وحنا بحال كنخافوا من هذه الفكره ديال لا واش ما بتسلوا لنا المواضيع باش نهضروا على المثليين، واش تسلوا لنا المواضيع باش نهضروا على كذا، واخا ستي تسلوا المواضيع علاش عدوا على هذا الشيء؟ كيفاش تسلوا المواضيع؟ زعما الموضوع اللي اقل اهميه في الدنيا هو هذا، زعما خاص تولي عالم مثالي عاد باش نسالوا حنايا ونهضروا على المثليه ولا على الحريات الاجهاض ولا الحريه الجنسيه. لا، الحقوق الانسان راه ما كاينش شي وحدين اكثر من شي وحدين اخرين، راه خاص كلشي تهضر عليه في نفس الوقت. اذا كنعتبر ان دابا كون كاين واحد النقاش مجتمعي اللي الانصار ديال جهه النقاش ولا الانصار ديال جهه اخرى ما كيحشموش وكيهضروا وكيغوتوا كاع، كنعتبروا ان شيء ايجابي، لان الان على الاقل المجتمع كيناقش بجديه واحد الموضوع اللي هو مصيري وحيوي. واش القانون غيتبدل ولا كنتمنى ان القوانين غادي تبدل، ولكن النضج ديال المجتمع كان خصو يسبق التغيير ديال القوانين على كل حال، وكنظن ان هذا النضج هذا راه خدام وغادي وكيكسيري، وهذا امر جيد بزاف. العائق الاول ماشي هو الدين، حيت بزاف الناس يقول لك العائق الاول هو الدين، لا، انا العائق الاول هو عدم وضوح الرؤيه في هذا البلاد. التشريع المغربي غير متطابق مع المعاهدات الدوليه اللي سناها المغرب.
لكن يقول لك حنا مرجعيه دينيه، ولكن من جهه اخرى الا كانت عندك مرجعيه دينيه علاش كتسني المعاهده الدوليه للحقوق السياسيه والمدنيه اللي سناها المغرب في 1977 الا ما خفت كذب؟ اش فيها؟ فيها حريه العقيده، فيها حريه، فيها الحق في الخصوصيه، والحق في الخصوصيه كيندرج جوهريا وضمنيا فتندرج فيه الحريه الجنسيه. زعما تكون في دارك عندك الحق ديال اللي بغيتي، عندك الحق تمارس الجنس مع اللي بغيتي، عندك الحق تامن ولا ما تامنش، عندك الحق تصوم رمضان ولا ما تصوموش، عندك الحق دير اللي عجبك حيت هذاك حياتك الخاصه. وحريه العقيده كذلك كتندرج، عندك الحق تفكر كما بغيتي حيت اللي في بالك واللي في عقلك ما كاينش شي قانون اللي غيقدر يقننه. قانون اللي كيدفعك انك تفكر بواحد القضيه معينه خلافا لقضيه اخرى هو قانون غير كيدفعك باش تكذب وصافي. اما اللي في قلبك راه ما غاديش يبدلوا قانون وما غتبدلوش دوله وما غيبدلوا حتى شي واحد. اللي بغيت نقول هو العائق هو ان المغرب الدوله المغربيه بحال كتبغي تبين كتبغي تربح على جوج وجوه، كتبغي تسني المعاهدة الدولية باش تقول شوفوا حنا راه مواكبين العصر وكنسنيو المعاهدة الدولية وحنا بغينا نحترموا حقوق الانسان وبغينا نكونوا دولة مثالية من ناحية احترام الحقوق وكذا، ومن جهة اخرى كتقول لك لا ولكن هادو غير منطبقين مع الخصوصية المغربية ومع القيم منظومة القيم. وسيدي خاصك تختار واحد الساعة، راه ملي كتوصل لواحد مفترق الطرق ما يمكنلكش تبقى دير داك لو غون تيكار ما بين هك وهك، تختار واحد فيهم. وخاص الشجاعه هي اللي توقفك في ذاك المفترق الطرق وتقول بون فهذه راه ما يمكنليش تكون عنده بجوج خاص نختاروا. وهذاك هذا الشيء ما كيعنيش انك غادي تنكر نفسك وتنكر ذاتك وتنكر تاريخك، هذا كيعني انك فقط خصنا نعترفوا ان المغاربه راه المغربي والمغربيه راه انسان بحال الانسان بحال الباقي الانسان اللي كاينين في العالم، وراه كاين تطور، كاين مجتمع كيتبدل، وكاين وقائع اجتماعيه واقتصاديه كتبدل، التكوين ديال المجتمع ديال العائله، التركيبه ديال العائليه ماشي هي ديال اليوم، ماشي هي التركيبه ديال العائليه هذه 50 عام، التركيبه الاجتماعيه حتى في الحي ماشي هي ديال هذه 50 عام، بزاف الامور غيتبدل. علاش كلشي غيتبدل من غير منظومه القيم؟ منظومه القيم حتى هي خاصها تبدل مواكبه للتطور الاجتماعي. اللي كيتشبت في منظومه القيم وكيتشبت في شي امور اللي راجعه ل 14 القرن بحال كينكر ان العالم كيتبدل. في التشريع التونسي تعطى واحد الدور للمراه وحقوق المراه اللي هي متقدمه على الحقوق اللي المراه الاخرين في العالم العربي من شحال هذه. حاجه واحده اللي مازال ما شدوهاش هي الارث، المساواه في الارث، وراه باغيين يوصلوا لها، وكاين نقاش متطور في تونس على هذه المساله هذه. دونك كنظن انا من ناحيه الحريه الفرديه تونس متقدمين على الاخرين، واخا مازال عندهم تشريعات اللي بحال التشريعات ديال المغرب تقريبا. بون الارث راه قلت لك الارث مازال للانثى حد للذكر حد الانثيين تما كان مطبق كيف مطبق في المغرب. افطار رمضان ما عندهمش شي قانون كيمنع الافطار في رمضان، ولكن عندهم قانون عندهم دي سيركولير اللي كيمنعوا القهاوي ما يحلوا في رمضان، ووقعت ان شي قهاوي يحلوا في رمضان وان مولاهم تشاد، كنا غطينا هاد الحادثه هذه. ولكن كنا نقولوا ان من ناحيه النضج الاجتماعي تونس راه قد ما دازت واحد الاشواط اللي مازال ما دازوهاش المغرب والجزائر. وقبل ما يتوفى الرئيس السابق الباجي قايد السبسي كان اسس واحد اللجنه لا كوليب اللي كترأسها بشرى حاج حميده، واحد السيده اللي هي مناضله كتحظى باحترام كبير في تونس، وكونت واحد اللجنه فيها بزاف ديال الناس منهم اعضاء ديال الحزب النهضه الاسلامي كاع باش تشوف زعما المشاورات راه كانت مفتوحه. وخرجوا بتوصيات للرئيس، توصيات كتقول توصيات جريئه بزاف وشجاعه بزاف، كتقول ان خاص المثليه الجنسيه ما تبقاش مجرمه، كتقول ان خاص ما حريه العقيده وحريه الخصوصيه والحق في الخصوصيه تحترم 100%. وتقدمت هذه العريضه هذه للرئيس، وكان بغى كان ناوي يدفع على ما فهمنا من التصريحات ديالو، ولكن وفاته المنيه وتوفى قبل ما يكون عنده الوقت باش يدير هذا الشيء. ودابا طلع رئيس اخر على ما فهمت ما متفقش مع هذه الامور هذه، دونك النقاش هو غادي يجي. في المغرب راه فوالا هاد الايامات زعما هادي واحد ثلاثه الاسابيع تقريبا ولا شهر، المجلس الوطني لحقوق الانسان هو جهاز ديال الدوله تابع للدوله خرج واحد المذكره شجاعه بزاف
فيها توصيات كثيره ومهمه بخصوص الحرية الفردية، كتنص بأن خاص إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، سواء مجوجين أو ممجوجين. زعما ماشي شغل المشرع أنه يدخل معاك البيت النعاس والفراش ويشوف كيفاش كدير فيه. كاين واحد الجملة أساسية في ديك المذكرة اللي كتقول أن حجر الزاوية ديال العلاقات الجنسية ما بين البالغين هو الرضا. إلا كان الرضا كلشي مسموح، واش مجوج ولا ماشي مجوج داكشي ماشي شغل الدوله. مهم ياك كاين الرضا، ياك كاين جوج الناس من جوج ديال الانسان من جهه اخرى ومن جهه متفقين وفي بيت الناس تفرق منهم الدوله. هذا هو حجر الزاويه، وهذه العباره كاينه في المذكره ديال السندياش، وهي عباره اساسيه. دونك كي اقترحوا ان تلغى سميتو تجريم العلاقات الرضائيه بين البالغين، يتلغى تجريم المثليه الجنسيه، يتلغى الفصل 222 اللي كيمنع سميتو الافطار في رمضان مجهرا، ويتلغى جزء من الفصل 220 اللي كيقول لك ان زعزعت عقيده مسلم كتعاقب عليها جنائيا، لان هذه العباره هذه فضفاضه يمكن لك تستعملها باش دير اللي بغيتي. الدراري كيلعبوا الهيفي ميتال كيشدوا على زعزعت عقيده المسلم. زعما هذا مثال كيبين ان قاضي يمكن لي يستعمل هذا الفصل هذا باش يحكم عليك باللي عجبو، يأولو كما عجبو. لو سنداش كان قال قبل ان كان وصى قبل بشحال هذه ان الارث خاصو يكون بالمساواه. زعما كيخرجوا بعض التوصيات شجاعه من المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهذا المجلس هذا كونوا الدوله هي اللي دايراه، هذا شيء يلفت النظر. الجزائر عند بالي ما كاينش نقاش مفتوح كبير على هذا الموضوع هذا، ويمكن نكون غلط، يمكن نكون غلط، ولكن ما كنظنش انه مفتوح كيف مفتوح في المغرب وفي تونس. ولكن على كل حال من ناحيه القوانين ومن ناحيه التطبيق ديال القوانين كاين فعلا انتهاكات. كاين واحد الطائفه دينيه اللي سميتها الاحمديه اللي تم القمع ديالهم بزاف، كانوا تموا اعتقالات ومضايقات كثيره لممارسه حريه العقيده، وماشي غير هما، حتى بعض الجزائريين اللي هما مسيحيين بروتستانتيين بروتستان عندهم بعض الكنائس ديالهم اللي ما مرخصش ليها حيت الدوله ما بغاتش ترخص لهم، واللي كيتمارسوا مع عراقيل. اذا من ناحيه حريه العقيده الدوله الجزائريه حتى هي كتقمع. المنهجيه ديال اليوم الاسواش مركزه على ثلاثه ديال ديال الرجلين اللي بغيتي تقول. الرجل الاولى هي التحري التحقيق، يعني اولا قبل ما نددوا باي انتهاك خاصنا نبحثوا نتعمقوا في البحث. ها شنو وقع النهار الفلاني في البلاصه الفلانيه مع الانسان الفلاني، ها كيفاش هذا الانسان تهضمات حقوقه بالطريقه الفلانيه، الا تضرب فين تضرب راه وصلنا لدرجه اننا مثلا فاش خرجنا بلاغ على التعنيف ديال ناصر الزفزافي نهار تقبط، راه تاكدت انه كانت عنده واحد الفتحه من هاد الجهه في الراس وكانت فيها 5 ديال السنتيم، زعما باش سنتيمتر، باش تشوف المستوى الدقه اللي كنبغيو نوصلوا ليه. دونك اولا التحقيق اشنو واقع بالضبط. طبعا الا كان قانون اش كيقول داك القانون، شنو هي الحيثيات ديال القانون، وكيفاش تستعمل داك القانون في السابق للانتهاك من اجل انتهاك الحريات وزيد. دونك تحقيق، والتحقيق تيخرجوا منه تقارير. التقارير كاين اللي طويله كاين اللي قصيره، المهم كاين بزاف ديال لي فورما ديال التقارير ولكن تنكتبوا. هذا الجزء الاول والاساسي واهم جزء واقيلا ديال العمل ديالنا هو توثيق الانتهاكات او توثيق القوانين التي تنتهك حقوق الانسان اساسا جوهريا. الشق الثاني هو التواصل. ملي كنوصلوا للميسر نطقوا شي حاجه وكنكونوا متيقنين منها 100%، ديك الساعه خصنا نعلنوا عليها. وهذا هو دوري في هيومن رايتس واتش في منطقه الشرق الاوسط. انا ماشي ما كنديرش البحث، كندير التواصل، حيت انا مدير التواصل، يعني كناخذ ديك الابحاث ديال الزملاء والزميلات ديالي كلهم في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكنقراهم كنتشبع بهم وكنناقش مع زملائي وزميلاتي باش يعطيوني النقاط الاساسيه اللي كيعتبروها مهمه واللي خاصها توصل وسائل الاعلام. ودوري هو نبلغ بطريقه مبسطه، بطريقه اللي غادي ربما يكون تفاعل مع الجمهور الواسع، باش هكا المفهوم ديال حقوق الانسان يتفهم ويتهضم من طرف عدد اكبر عدد ممكن من الناس، من المشاهدين ديال وسائل الاعلام. وهذا هو دوري انا في المنظمه في هذه المنطقه هذه. الجزء الثالث ديال العمل هو المناصره اللي كنسميها انا المرافعه.
حيت العربيه الفرنسا حاجه من المغرب وكيقولوا مناصره في الشرق كنبغي نقول مرافعه في المغرب بحال بحال شي بحال شي محامي كيرافع في المحكمه غير المحامي ما كنرافعوش امام المحاكم كنرافعوا امام المسؤولين يعني اللي بغاو يهضروا معنا طبعا الفكره هي شنو هي ما كنكتفيوش برصد الانتهاكات وباش نقولوا انتهاك هذا واقع وهذا واقع كنقولوا ها شنو خص الدار باش تغير الوضعيه توصيات وهاد التوصيات هادي ما لا يكفينا نكتبوها في واحد الورقه ونجي نقولها في التلفازه حيت التوصيات ماشي توصيات الجمهور التواصل في وسائل الاعلام هو الهدف ديالو المستهدف هو الجمهور ولكن التوصيات المستهدف ماشي هو الجمهور لان الجمهور ما في يديه يبدل التوصيات السلطات فاعلي القرار بصفه عامه صانعي القرار لذلك كان المناصره ولا المرافعه هي كنمشيو نتلاقيو مع صانع مع صناع القرار ونقولوا لهم اودي هاش كنظنوا حنايا هي الطريق الانجع والاحسن طريق باش هكا تبدل الوضعيه باش هذا الموضوع خصوصا ها كيفاش خصو يتحسن باش تواكبوا المعايير الدوليه لحقوق الانسان طبعا هذا الجهود ديال المرافعه كتغير من بلاد لبلاد على حسب الحكومه واش باغي تدو معاك ولا لا كاين شي بلاد بحال المغرب مع الاسف ما تيبغيوش يدو معنا وانا ماذا بيا ما كنعاود نجدد هذا النداء هذا دابا امامكم اليوم حنا مستعدين وفرحانين نتواصلوا مع جهات حكوميه ومع جهات تصنع القرار حنا راه غير كنهضروا على كل حاله غادي نجمعوا في واحد البيرو وغادي نحاولوا نقنعوهم من بحسن نيه ان الطريق الانجع لاحترام حقوق الانسان هو كذا وكذا ونتصنتوا سميتوا الاجوبه ديالهم ربما يكونوا يعطيونا اجوبه اللي هي فيها الفائده وعلاش ما يمكنناش نديروا في هذا الطريق الفلاني المهم يكون واحد الديالوج هذا الديالوج هذا النقاش هذا كاين في واحد العدد ديال الدول كاين في لبنان مثلا كاين في تونس دول عربيه كاين في الاردن هاد الناس هادو كاملين كيتواصلوا مع الباحثين ديالنا مع الزملاء ديالي كيمشيو كيهضروا معاهم وكاين واحد التواصل اللي هو مثمر في العراق كذلك العراق اللي زعما الوضعيه الحقوقيه فيه صعيبه زعما وقيل اكثر كاع من المغرب ولكن كاين تواصل مع الحكومه العراق وكنوصلوا بعض المرات النتائج ملموسه طبعا بعض الدول ما يمكنلكش كاع تدخل ليها على اساس تهضر مع الحكومه ديالها بحال مصر مثلا هذيك ما كناش نحطوا رجلينا في مصر على اساس نهضروا مع الحكومه كنحاولوا ندويش معاه في التليفون مع مسؤولين مصريين مرارا وتكرارا ولكن ما اخر مطاف ما كيطرا والو اذا ديك الساعه اش كنديروا ملي كنشوفوا باب مسدود تماما مع الحكومه المعنيه كنديروا جهود ديال المرافعه مع حلفاء في الخارج مثلا كنمشيو للاجهزه الدبلوماسيه ديال الدول الحليفه ها فرنسا ها امريكا ها انجلترا ها المانيا اللي عندهم مصالح مع ديك الدوله ولكن على كل حال هما كيتصنتوا لينا واش كيديروا داكشي اللي كنطلبوه ماشي ديما ولكن على كل حال كاين واحد النقاش وحتى الا ما تسمعوش لينا راه كاين وسائل الاعلام وكاين بزاف ديال الوسائل في الدول الديمقراطيه وكاين طبعا اجهزه ديال الامم المتحده مجلس حقوق الانسان اللي كنتفاعلوا معاه بزاف مجلس الامن بعض المرات اذا هذه هي جهود المرافعه هي ما غندوش لك على امل غندوي لك على 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 اعتقاد ما بغيتش نقول على عقيده باش ما باش ما نعوصهاش بزاف ولكن تنعتقد بناء على معطيات علميه الوصول للانترنت والمعرفه جمعوا مع التغير الديموغرافي ومع التغير الاقتصادي كذلك هذا الشيء كامل كيجعل ان الفرد عنده وسائل باش يتحرر اللي ما كانش في اللي عند الفرد في الجيل السابق هذا الشيء كيبين ان المغرب وجميع الدول ديال العالم العربي غاديه لواحد الوضعيه اجتماعيه اللي مختلفه على الوضعيه اللي كانت قبل اللي مفهوم ديال الفرد وديال حريته غادي يفرض نفسه بكون الواقع الاجتماعي المجتمع على الاقل غادي تطور فيه حريه التعبير اللي اونفان عباد الله يقدروا يعبروا على شنو في داخلهم بلا ما يخافوا هادشي كنتمنى المجتمع المغربي يمشي